أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت فقالت هل أدلكم على بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه
فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى إن تريد
الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dipersembahkan oleh Tuan Samsudin bin Abu Bakar yang mewakili Jabatan Kesihatan Negeri Pahang.